الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب: باب ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. باب ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. أول ما صح من أحاديث الباب حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقد خاب من لا سهم له. الإسلام ثمانية أسهم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فبدأ بقوله: الإسلام سهم، والمراد به كما جاء في بعض الروايات الأخرى: الشهادة سهم، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي أول أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذه الأركان الخمس التي بني عليها الإسلام، زاد النهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وقال صلى الله عليه وسلم: وقد خاب من لا سهم له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين إلى آخر الآيات. إن عبدا صححت له جسمه، هذه منة من الله سبحانه وتعالى، ووسعت عليه في المعيشة، وهذا هو الزاد المطلوب للحج، الزاد والراحلة. العبد الذي يملك قدرة على الحج بصحة الجسد، ويملك سعة في المعيشة فيملك المال، وهذا هو الزاد المطلوب للحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة تبارك وتعالى عن هذا العبد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه النعم، يقول: تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون بعد حجة الفريضة لا يحتاج الإنسان إلى أن يحج، وإنما عليه أن يتصدق ويكثر من الصدقة، وهذا أفضل ونحو ذلك. كيف بأمثال هذه الأحاديث التي ترغب أيضا وترهب من يعني مضت عليه الأعوام، تلك الأعوام لا يفد، أي لا يقدم على الله سبحانه وتعالى بحج بيته أو بزيارة بعمرة أو بنحو ذلك. تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا الحديث: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. كثير ما هم المحرومون الذين وسع الله تبارك وتعالى لهم في المعيشة، وصحح لهم في أجسادهم،
ولا يفيدون على الله سبحانه وتعالى ولا يشتاقون لحج بيت الله الحرام، بل ربما الواحد من هؤلاء لم يحج ولا في عمره يعني مرة واحدة ولا يفكر أيضا في الحج، وبعضهم بعد حجة الإسلام يقول خلاص قد حججت، يعني الأولاد يحتاجون والزوجة وكذا وكذا وكذا، وهذا محروم، صلى الله السلامة والعافية. رواه ابن حبان، يقول الحافظ المنذري رحمه الله، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وقال قال علي بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا قال كان حسن بن حي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ ويحب للرجل الموسر الصحيح ألا يترك الحج 5 سنين، ويحب للرجل الموسر الصحيح ألا يترك الحج 5 سنين. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على قوله وقال علي ابن المنذر، قال رجل فاضل من طبقة أحمد ابن حنبل، قال ابن أبي حاتم سمعت منه مع أبي وهو ثقة صدوق، سئل أبي عنه فقال حج 50 أو 55 حجة، قال حج 50 أو 55 حجة، والحج لا يكون في العام إلا مرة واحدة، فهذا الرجل له 50 سنة يحج بيت الله الحرام لا يترك عاما واحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، قال وكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانت تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق في حديثه قالت والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن إلى آخر ما قال الحافظ المنذري. هذا الحديث والذي بعده من الحديث يستدل له على القطعة من الترجمة التي قال فيها وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج، هذا الذي يستدل له المصنف رحمه الله، لزوم باب ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لما حججن معه عام الوداع أو في حجة الوداع، قوله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر، أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، ويقال الحصر والحصر، الحصر بالضم وبالتسكين تخفيفا، وهو الحصير، حصير البيت، وقول هذه ثم ظهور الحصر يعني تلزمن يعني الحصر التي في بيوتكن فلا تخرجن. ولهذا كانت زينب رضي الله عنها وسودة لا يخرجان، يقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحججن، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا فقال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تأولن الحديث هذا على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة التي حججنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأييد ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمر، لما سأل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال لكنا أفضل الجهاد الحج والعمرة، لكنا أفضل الجهاد الحج والعمرة. هذا الحديث رواه البخاري. الحديث الذي قبله عند البخاري حديث النبي، حديث أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها أن يخرجن للحج، وبعث معهن عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكأن عمر قد توقف لسماع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ له بعد ذلك أن يعني خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النساء للحج بعد ذلك ليس فيه شيء، فأذن لهن بالخروج، قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة، عثمان رضي الله عنه خرج معهن. يقول الحافظ ومن في عصره،
من غير نكير. يعني عمر لما أخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحج وخرج معهن عثمان رضي الله عنه وسكت الصحابة عن هذا، علم بهذا أن هذا ليس فيه شيء، وأن هذا المراد به أنه ليس عليهن حج بعد حجتهن التي حججنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. آخر ما صح من أحاديث الباب، وهو آخر أحاديث الباب، وبه نختم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.